dedo. بنكره عندنا في غار الجبل تجيب 6 ملايين غضوة على 10 وروح تديه. لقيت الشريف بنكرة عندنا لازم تدفع 6 ملايين. الناس يا سيدي كل ولات بوندي من كل سرقة هنا هاك تشوف يا سيدي كل ولات سرقة نخرج لهم عيناني تو في با مالا ما تخافش ما تخافش كيف ما تخافش ما تخافش كان القانون اللي يحمي الناس مين اللي نجيب 6 ملايين هادوا تدي 6 ملايين مدوها لك حنا وتديها للمكان المعين وين حدوا لك الموقع وحنا اللي نتكلفوا بهم. ما انا نحب بني الشريف. ما تخافش ان شاء الله غدوه ان شاء الله يكون عندك ابنك. ما تخافش ليا. لازم بني ما تخافش ما تخمم والو كان القانون اللي يحمي ابنك. انا هنا. غدوه تكلف بهم. وي داكور. وجهز جماعه من عندنا والله عارف غدوه تسرق لهم. طربيات طربيات. ما تخمم والو. ما تخافش. دابا 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 ما راه ميزون. تي كومبري. الله يا ابو القاسم خويا شوف ابو القاسم اسمع خويا صوتي ابو القاسم شوف ابو يا روحك جيبوا جيبوا انت جيبوا ستة ملايين
يا عبد القاسم لو كيف احكي لنا ثلاث غزوة عبد القاسم علينا كيف عليك يا خير Thank you.
started racing up the river from the Tappan Zee. Sally led the race every bit of the way from the beginning to the end of the Haverstraw Bay. Then they turned into the river where it wasn't very wide. At much closer quarters they were side by side, and the skippers both agreed that the race would end at the very next point around the very next bend. Now lying dead ahead and looming very large, loaded with stone with an upstate barge, the tide had turned to broadside. There she lay, they couldn't sail around her, there wasn't any way. Oh, the old Ben Franklin and the saucy Sally B, as fast a pair of sloops as you ever want to see. They hit the barge together and they both sank fast, and the old Ben Franklin hit the bottom last.